راجعين يا هوا. وانا كنت طلبت كمان ان احنا ندخل بالاغنيه، اغنيه راجعين يا هوا، مقدمه المسلسل قد ايه اغنيه جميله فيها الحته الحنينه دي. المسلسل كله فيه الحته دي، حته الحنين للبيت والعيله والاماكن. هنشوف مشهد او هنشوف الاغنيه دلوقتي، وبعدين نرجع نكمل كلامنا عن التجربه دي كمان. جايلكم ياللي وحشتوني وحشتوني، ومفيش حاجة تفرقنا، دي صورتكم مفرقتش عيوني، مين يبعد؟ احنا ما صدقنا ما صدقنا، احنا ما صدقنا ما صدقنا، اشتقنا لزمان بس. مدحت صالح وبيقول حنيت، دي كل الناس علقت على الأغنية دي بالذات المقطع ده. المسلسل ده قد إيه كان مهم ليك؟ وسمعنا إن أنت كنت بتكتب تخيلات قد إيه أنت نفسك في عمل فيه رومانسية، وده كله اتحقق. احكي لنا التجربة دي كمان. التجربة دي من أحلى تجارب حياتي، وكانت تجربة مختلفة إنسانياً قوي، عشان أنا كنت اللي كنت مركز فيه إن هي إنسانياً تطلع عالية، فيها إنسانيات عالية قوي. أولا احنا بنتكلم عن عمل للراحل أسامة أنور عكاشة، وبنتكلم على عمل فيه نجوم كبار جدا، والقصة نفسها جميلة جدا. فليه اهتميت بالحتة الإنسانية دي في المسلسل؟ من ساعة كلامي مع المنتج تامر مرتضى، أنا هو أول ما قال لي أنا خفت جدا. قلت له تامر بص، أنا المسلسل ده مش شبهي ومش عارف. قال لي لا أنت هتعمله حلو وبتاع، و اسمع، هو اصلا راديو، تمام، مسلسل اذاعي. سمعت، قلت له المسلسل ده عشان نطلعه وهو كلمتين لازم يبقى حنين قوي. بص هم حنين قوي ده البتاع. بدات اتكلم انا والمؤلف محمد سليمان عبد المالك ونشتغل على الموضوع. ايه السبب ان انت تسمع المسلسل الاذاعي؟ هو كان مسلسل اذاعي طبعا، وحسيت انه عشان يطلع تلفزيوني انه لازم يكون حنين، ايه السبب؟ علشان حسيت ان في واحد فعلا عنده حنين للرجوع، مش لبلده بس، للرجوع للحاجات اللي سابها من 10 سنين. الموضوع اثر فيا جدا، ان في شخص ساب حاجات ورجع ما لقاهاش جوه ناس، يعني يعني هو يمكن ما كانش همه قوي الورث، نسيه اصلا في النص، بس هو ساب حب جوه ناس رجع ما لقاهوش، رجع لقى الناس ماسكه تليفونات، ورجع لقى الناس بتتخانق على حاجات وكارهين بعض وعندهم مشاكل تانية خالص غير اللي سابها. فبقى واكتر مكان كان بيرتاح فيه لما بيروح عند عمو جابر في الجماليه، ويشرب الكركديه وياكل الفول الاسكندراني. الفول الاسكندراني والطعميه السخنه، تمام، والبتنجان يعني. فهو فمن التخيلات اللي قعدت انا ومحمد سليمان نشتغل عليها، قلت له احنا عندنا الاكل الأماكن، الأشخاص، الحاجات دي لازم تطلع مصري قوي 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 قوي. عشان كده كان اختياراتنا للوكيشن التصوير، وكانت صعبة جدا صعبة جدا جدا فوق ما أي حد يتخيل. ليه؟ التصوير في مصر القديم. احنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، وكنا لسه بنتكلم امبارح
مع المنتج ريمون مقار. طبعا هو ساعدك كتير جدا المنتج جدا. ريمون مقار وتقريبا هو اللي اسند اليك مسلسل راجعين يا هوا، مظبوط؟ ولا مسلسل موسى؟ رحيم. رحيم. رحيم كان اول تجربه كانت ليا مسلسل، كان رحيم كان هو كان المنتج هو. ريمون مقار وكان هو كان يعني كان متحمس لي جدا 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 بصراحه، رغم رفض كل اللي كان حوالينا ساعتها. وهو وقف وقال لهم، انا فاكر اليوم ده كويس، قال لهم محمد هيعمل اهم مسلسل في رمضان. وقد كان، وكانت اول تجربه ليا، واول تجربه ليك.